خليني اقول لكم واحنا بنتكلم على اتحاد الكره ايضا. النهارده اتحاد الكره قرر رسميا ان توليه كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي مديرا فنيا لمنتخب 2001. معاه على الهاتف كابتن ربيع ياسين كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي والمدير الفني لفريق منتخبنا 2001. كابتن ربيع مساء الخير عليك. مساء الخير يا محمد، اهلا بيك يا حبيبي. مبروك يا كابتن وتحياتي ليك. وكنت فترة اللي فاتت عمال اقول لك ايه الاخبار، الدنيا ماشيه ازاي، لان الكلام كتير يا كابتن، وفي الاخر الحمد لله رسميا تستحقها يا كابتن تكون موجود على راس هذا الجهاز الفني 2001 يا كابتن. ربنا يخليك يا محمد، كله بفضل الله سبحانه وتعالى. انا بشكر باشمهندس طبعا هاني ابو ريده وجميع مجلس اداره اتحاد الكوره، ويا ربنا كده يعني يوفقنا ونكون عند حسن الظن. والموضوع كبير جدا ومحتاج بقى جهد واخلاص وشغل ولفه بقى غير عاديه. ان شاء الله هناخد بكل الاسباب يا محمد ان شاء الله كده، نحاول نعمل جيل محترم باذن الله على اعلى مستوى، والله المستعان باذن الله. حقيقه يا كابتن، ويمكن حضرتك واحد يعني انت واحد من الناس او المديرين الفنيين يا كابتن في الليست بتاع المديرين الفنيين لمنتخبات الشباب والناشئين، يعني عملت اسم وعملت بوزيشن او شكل المنتخبات او منتخب الشباب السابق كابتن في تركيا كاس العالم في تركيا، فبالتالي الامور دي مش هتبقى غريبه عليك، ولكن محتاجه مجهود زي ما انت بتقول يا كابتن. كابتن ربيع بالاول يعني اول حاجه حاططها في دماغه هيتعامل ازاي في الفتره القادمه مع منتخب 2001؟ بص، اول حاجه المرحله الاولى، واخد بالك، لان انا هعمل تصور يا محمد لكل الشهور والسنين اللي موجوده. عندي امتحانات مهمه جدا، وعندي واخد بالك، وعندي دوري واخد بالك، وعندي حاجات كثيره جدا، وعندي دوري وعندي حاجات شغاله. لازم انا انظم اموري على الكلام ده، اعمل جدولي وبرنامجي على ازاي انا التقي طبعا الاول يا محمد في مجموعه مراحل. المرحله الاولى ان لازم بمشيئه الله تعالى ان شاء الله كل همي ان خلال الموسم ده ما يعديش مني المرحله الاولى بتاعته، يعني ما يخلصش من غير ما اعمل حاجه. لا هعمل، خد بالك، وانا شعاري هو العمل، الاخلاص، واخد بالك، الصبر. انت عارف ان مصر بعوزن الله وتوفيق مليانه، فعاوز الجهد، وانا بدل قابلت يا محمد يبقى لازم اشتغل، وكل ما لازم يشتغل. ومهمتي مش سهله، ومهمتي صعبه، ان احنا بامر الله عندنا كاس امم، عندنا كاس افريقيا، عندنا كاس عالم، عندنا اولمبيات، عندنا جيل يا محمد. لازم نعمل جيل على اعلى مستوى للكره المصريه. بالك، فاللي اقصده ان الموضوع مش سهل، لا الموضوع ده انا وانا خلاص بدل قابلت لازم اقبل ولازم اشتغل والجهاز معايا يشتغل بامر الله. فانا الاسبوع ده، خلال الاسبوع ده هنتهي من المرحله الاولى. ايه اللي هعمله باذن الله تعالى لما اخلص المرحله الاولى؟ اكيد هقول لحضرتك ايه اللي هعمله في المرحله الاولى. طيب، باذن الله. كابتن ربيع، هل تم اختيار الجهاز المعاون لحضرتك كابتن ولا لسه؟ هو جهاز الاتحاد طبعا موجود، والاتحاد هو في ما في جهاز كان موجود، هشام عبد المنعم مدرب عام، عبد الستار صبري مدرب مساعد، احمد فاروق مدرب مساعد، ده الجهاز اللي اختاره. واكيد معانا مدرب حراس مرمى برضو لسه ما اعرفش اسمه يعني. تمام، ان شاء الله. والجهاز الاداري اكيد ان انا يعني هقعد انظمه مع الناس المسؤوله، وهننطلق يا محمد وهنشتغل والله المستعان. حبيبي، تستاهل كل خير كابتن ربيع، واحد من نجوم مصر والمديرين الفنيين المميزين. كابتن التوفيق ليك، مهمه اكيد صعبه جدا على كابتن ربيع، لان هو حقق نتائج رائعه مع منتخب الشباب ايضا في كاس العالم تركيا، وايضا نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه كابتن ربيع يحقق ايضا نتائج جيده من خلال تواجدك على راس هذا الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني 2001. واحنا بنتكلم على، ما زلنا يعني بنتكلم على الاخبار، والخاصه طبعا بمباراه الغد، مباراه الاهلي والمقاولون ان شاء الله.